دنيا بطمة، بتمنى لك مستقبل فنيا مشرق يا رب. يتناسب مع صوتك، واتمنى لك حياة خاصة أهدأ كتير إن شاء الله. إن شاء الله يومها السلام والاطمئنان يا رب، وبدون أي مناغصات. لو عايزة تقولي حاجة في الآخر، لو عايزة تغني حاجة، هخلي الرسالة الأخيرة ليك يا دون. أولا هو ختام، صح؟ ختامها مسك مع كان معها الجمهور لأكثر من رائع. شكرا شكرا على الاستقبال وعلى حبك وعلى يعجز اللسان على وصف فرحة اليوم وأنا معكم في هذا البرنامج الرائع يا حبيبتي، وفرحانة أني معاكي. وأنا موصلة لك رسالة حب وتقدير من كل مغاربة، لأنهم كلهم بيتابعوكي. وبنحب برنامجك قوي ومتابعينه كلنا، وتحية كبيرة للمايسترو وكل الموسيقيين بتاعته. طبعا كل الناس اللي تسهر، كل الطاقم وجنود الخفاء اللي سهرانين على نجاح هذا البرنامج. أشكرك. شكرا لكم على الاستضافة. دنيا زي ما قلنا دي أول يمكن مرة في برنامج تلفزيوني في القاهرة، بس مبدئيا لازم أبادل التحية بالتحية ليكي بشخصك ولكل جمهور المغرب العربي الرائع اللي يعرف كيف تعمل. عايزه اقول لك حاجه يا دنيا، عايزه اقول لك ان انا انا زيي، اقول لك احنا عندنا حاجه هنا في مصر، يمكن مع اجيال جديده ويمكن مع السوشيال ميديا لازم ناكد عليها تاني، انه انا والجمهور اللي هنا وكل المصريين بشكل عام، احنا ما عندناش فواصل ولا فوارق ولا عندنا عقد لها علاقة بالحدود أو بالجنسيات. صح. احنا طول عمرنا القاهرة كانت مكان يحتوي الجميع، سواء من الشام، سواء من المغرب. صح. سواء من الخليج، احنا اللي بيطربنا الكلمة الحلوة والغنوة الحلوة والوجه الصبوح. صح. وغير ده مفيش إلا كل الحب والاحتضان. صح. فلكي ولكل الناس العالم دنيا بطمة حبيبتي، شكرا لكل جمهور.